كثير مننا يؤمن أن القدر ينسج لنا مستقبلنا، لكن مو كلنا ننتبه لوصول الحظ إلى أبوابنا، ونعتقد دائما أن الحظ هو حامل حقيبة أموال إذا استلمناها فالحظ حضر، وإن لم يحصل فالحظ لم يأتي. لذلك كان علي الحبسي مؤمن تماما أن الحظ وصلوا في سن مبكرة، فرافق حظه ومشي معاه خطوة بخطوة، واستوعب خصال مهمة جعلت منه بطل لاحقا. في المرحلة الأولى من حياته كانت هدية الأقدار له أن ساقت قدمي لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي مخضرم إلى ملعب صغير في أحد أحياء مدينة مسقط ليراه ويتبناه ويتنبأ بمستقبله أيضا وموهبته. وفي المرحلة الثانية كان عمله كرجل للإطفاء درس مهم له، أنه يفهم أنه هذه المرحلة مرحلة تأسيس حتى يكون مستعد دائما وبسرعة لاتخاذ القرار، ثم يتعلم التضحية، وأخيرا بناء جسد قوي. لذلك لا تتوقع أن الحظ مجرد شيء أنت تتمناه ووصل. الحظ قد يكون أشياء لا تراها لكنها تؤهلك لشيء أعظم. بدايتي أنا سبحان الله بدايتي ما كنت أحب الحراسة، يعني بدايتي في الرياضة وكرة القدم كنت مهاجم، وكان ينادوني فلو، هذا فلو سبحان الله، هذا فلو لاعب منتخب النرويج، فكنت أنا لعب مهاجم، فكنت أنا جدا مميز في الكرات العالية الرأسية، وكنت أسجل أهداف كثيرة، فكان لقبي فلو، علي فلو، يعني سبحان الله أول إيميل سويته كان علي فلو، خلاص الإيميل راح. فسبحان الله بعد السنوات انتقلت أخوي عبد العزيز مدرب منتخب جامعة سلطان قابوس شاف فيني موهبة الحراسة، يعني بعض الأحيان كنت أرجع ألعب حارس، فحس فيني سبحان الله دائما المدربين عندهم إحساس باللاعبين، فقال لي علي أنا حس عندك موهبة ممكن تتميز فيها، ليش ما تجرب أنك تكون حارس مرمى؟ قلت له ما عندي مشكلة لو تحس أن أنا، وكان يعني تقديرنا كبير يعني أبا عزيز وأخونا وعنده الفكر الرياضي الجميل، فجربت حراسة المرمى. فكنت أول ما حصل إجازة في من مدرسة المضيبي مدرسة مهنّة بن جيفر الثانوية أروح أتدرب مع أخوي في جامعة سلطان قابوس في أيام الإجازات الأسبوعية ونهاية السنة، فحبيت طبيعة التمارين حراسة المرمى.